مع حضراتكم للأستاذة حنان الشافعي من المغرب، الزميلة المغربية الإعلامية، عشان نتكلم معها أكتر في قرارات نادي الوداد مع الاتحاد المغربي، واللي هيتناقش إن شاء الله يوم 4 يونيو في الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للكاف. أستاذة حنان برحب بحضرتك. مرحبا بك، مرحبا بكل أوفياء قناة الأهلي، عواشركم مبروكة بالمغربي. تنتمنى على ان شاء الله العيد وحنا في هذه الليله المباركه تكون سعيده على جمهور الاهلي وعلى كل الشعب المصري الحبيب. بشكر حضرتك طبعا، كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه رمضان وايضا بمناسبه قدوم عيد الفطر المبارك. استاذ حنان، عايز اسال حضرتك على رد فعل الاعلام المغربي على مباراه امس ما بين الترجي والوداد، وايضا عايز اعرف راي حضرتك في القرارات اللي تم اتخاذها منذ قليل من قبل الاتحاد الكره المغربي مع نادي الوداد المغربي. بداية أحيي الاتحاد المغربي لكرة القدم المغربية، اللي عودنا دائما على أنه المساند الأول للأندية المغربية خاصة على المواجهة الإفريقية، كما تابعتوا جميعا أن ما حداش وقت طويل من بعد المهزلة، ممكن نسميوها بالمهزلة اللي وقعت أمس بملعب رادس، فريق الترجي ما كانش بحاجة أداتا إلى التحكيم من أجل الفوز باللقب الإفريقي والاحتفاظ به. هنا نريد مباراة شيقة بين الأشقاء المغاربيين العرب، والأكيد أن الأحسن يضبط نفسه في المباراة ويتحكم في الجزئيات، لأن الديربي المغاربي دائما يتحكم في الجزئيات، أنه يفوز باللقب وغلط فورين، والفريق اللي دائما يضيع اللقب الفوري اللي هو هارد راك، ولكن أن اللقب يمنح لفريق الترجي بتلك الطريقة هي مهزلة أساءت لكرة القدم الإفريقية، وبالنسبة بالملموس ان كرة القدم الافريقية لم تتطور رغم مجهودات كل الاتحادات الافريقية من اجل تطويرها. مشاهد امس اعادتنا الى نقطة الصفر، صحف مشاهير مغربية عالمية مثل ماركة اسبانيا والمانيا كذلك انجليزية تطرقت الى الموضوع، عنونت ان الوداد ظلم، عنونت ان المباراة هي لا يعقل، لا يعقل بان مباراه حساسه من حجم اياد نهائي رابطه الابطال الافريقيه يكون واحد العنصر اللي اصبح اساسي هو الفار غير موجود، ماشي غير موجود، هو موجود في الملعب ولكن غير شغال او لم يشتغل بالفعل الفاعل. هناك العديد من السيناريوهات من خلال الصور التي وصلتنا ورصدتها كاميرا الصحفيين المغاربه، الفار في كان شغال وعميد فريق الوداد البيضاوي في الاجتماع اللي عقده مشكور المكتب الجامعي، المكتب المدير الجامعي وكذلك اعضاء فريق الوداد البيضاوي، نفذ الساسل ان يكون الجامبي كتنقد اشعره الى جانب عميد فريق الترجي، كما ادعى عميد فريق الترجي ان الفار غير موجود. لا يعقل ان الفار كان موجودا لمدينه الرباط وحرم الوداد من هدف مشروع، حرم الوداد من ضربه جزاء وفي ملعب رادس، ملعب رادس كنعرفوا ان ملعب بمواصفات عالميه، لا يوجد الفار. واذا فرضنا ان الفار غير موجود بالضبط. طب انا عايز اسالك سؤال استاذ حنان معلش قبل ما نروح لموضوع الفار. استاذ حنان خلال عفوا زميلي كما تطرق الى ذلك خلال الاجتماع التقرير الذي يجمع بين الطرفين المشاركين في النهائي الترجي والوداد، لا يمكن ان يخبر الفريق من خلال عميد وعميد لا يملك قرار انه يقبل باسم الوداد. والعجيب في الامر، العجيب في الامر ان عميد فريق الترجي قال انا جافاما جافاما الذي يتكلم الانجليزي والفرنسي، تكلم معه بالفرنسيه، وعبد الفتاح المصير لم يفهم او لم يلتقط الكلام، صح مع العلم ان عبد الفتاح المصير يجيد اللغه الفرنسيه وكذلك هو حاصل على اجازه، هي مبررات وهي نحن لا نبرر، نحن شعب رياضي، شعب نصفق بحراره الى المتوج،
واعتقد ان فريق الاهلي المصري وانتم كقناه مشتركه تنقلتم اكثر من مره الى المغرب، لم يكن هناك طبعاً. بالعكس هناك طبعاً. هناك استقبال رائع للاشقاء العرب، هناك تكريم للاشقاء العرب طبعاً. لا يمكن ان نحط رحالنا في تونس من اجل العنف او من اجل الفوضى او من اجل اي شيء. اعتبر شخصيا كاعلامي مغربي وكمقربه من اي فريق الوداد البيضاوي، اعتبر ان قرار سعيد المنصري رئيس فريق الوداد هو قرار صائب وردا على جور التحكيم الذي تعرضت له الانديه المغربيه هذا الموسم في المنافسه الافريقيه، سواء فريق الرجاء، سواء حزيمه اكاديميه، سواء اتحاد طنجه، سواء نهضه بركان، وكانت الخاتمه مهزله بكل المقاييس مع فريق الوداد، فريق الوداد الذي عاد بقوه الى الواجهه الافريقيه. يكفي انه فاز باللقب على حساب خلال الامس القريب على حساب فريق ذو مرجعيه كبيره وصاحب الارقام الاصليه في العدد الافريقي اللي هو الاهلي المصري. الوداد وصل عن جداره، لم يساعده التحكيم ولم يكن بحاجه بتاتا الى كازاما، والحمد لله ان كازاما شارك بالامس في المهزله ولا في السيناريو ولا في المسرحيه، على اعتبار ان الاعلام التونسي الذي احييه واحيي احرار تونس لا نريد ان نشعل حرب نحن الاعلاميين بين بلدي الاعلام التونسي. الإعلام الرسمي أشار في صورة كبيرة على شاشته أن كازاما هو حكم المغرب، أنه مقرب إلى الفيفا. لا يوجد هذا الكلام بتاتا، والمغرب ليس له أفضلية أو امتيازات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كل ما هناك أن المغرب الآن يتوفر على رجل هو محترف، رجل هو حكيم يسمى فوز القجاع، الذي طور كرة القدم المغربية الذي أعادها إلى الواجهة، والآن المغرب مستهدف، فوز القجاع مستهدف. لماذا هذا الاستهداف؟ نحن في الأمس القريب عندما كانت تتوج أندية الشمال إفريقيا كنا نفرح أن اللقب عربي، واليوم لما الوداد عاد وعاد بقوة إلى الواجهة الإفريقية هناك أصابع الاتهام، هناك أسلحة تستهدف المغرب. أعتقد أن القرار اليوم المكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة القدم أو كما نقول نحن في المغرب الجامعة المغربية لكرة القدم هو قرار صائب، لأنه سيدافع مع الوداد على الملف المغربي وسيطرح على أعلى الجهات، على الاتحاد الإفريقي، على الاتحاد الدولي الوطني، على كرة القدم من أجل استرجاع نتمنى التوفيق. طبعا نتمنى التوفيق لنادي الوداد اكيد طبعا، واحنا يعني كنت حريص جدا ان انا اتكلم مع حضرتك علشان خاطر اعرف راي حضرتك المحترم واعرف راي الصحافه الاعلاميه، لكن اكيد هنكون على تواصل مع حضرتك بعد الاجتماع اللي هيكون يوم 4 يونيو علشان نعرف بقى قرار الكاف وايضا راي الصحافه والاعلام المغربي في حال يعني عدم اتخاذ اي قرار يكون مع نادي الوداد. بشكر حضرتك استاذه حنان الشفاع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا على قناه الاهلي، وهي اتكلمت وقالت ان دايما دوله المغرب